العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مع الدرس الثاني من دروس رمضان وصلاح القلوب وإصلاح القلوب. القلب عباد الله هو محل الإيمان، هو مكان الإيمان، هو محل الإيمان ومحل الكفر، هو محل الإيمان من العبد ومحل الكفر. تعرفون قصة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حينما كان في المعركة، وحينما كان يتبع رجلا من المشركين من الأعداء، فاستجار الرجل منه بشجرة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فعاد عليه سيدنا أسامة بن زيد فقتله، فأخبر أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة، فقال النبي لأسامة: أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف، خائفا من السيف يا رسول الله. قال: فما ظنك بها عند الله عز وجل؟ أشققت عن قلبه؟ فالقلب هو محل الإيمان ومحل الكفر، هو محل الطاعة ومحل المعصية. فإن الله عز وجل إذا أراد أن ينظر إلى عبده نظرة إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هو محل الطاعة ومحل المعصية، هو محل الحب والبغض. أنت إذا كنت تحبني بقلبك. ولذلك ما الفرق بين المؤمن والمنافق؟ قلب. إظهار الإيمان، الاثنين يظهرون الإيمان، الاثنين يظهرون الإيمان، مؤمن منافق، يصلي يصوم يزكي، ما الفرق بينهما؟ قلب، الحب والبغض. المؤمن يحب، محب طائع لله عز وجل، مؤمن لله عز وجل. أما المنافق يظهر الحب ويبطن البغض، كره، العداوة. القلب هو محل الطبع، محل القفل، إغلاق كثير من الأمراض تكون في القفل، تكون في القلب. ولذلك يقول ربنا عز وجل: كلا بل ران على سمعهم أبصارهم على قلوبهم، بل طبع الله على القلوب، ليست الألسن أو الأسماع أو الأبصار. كلا بران على قلوبهم، فطبع على قلوبهم. فالقلب عباد الله هو محل هذه الأمراض، إما أن يكون قلب محب مؤمن، وإما أن يكون قلب مبغض منافق كافر. هو حقيقة الإنسان القلب. إذا ما أردت أن تعرف رجلا فاعرف هل هو طيب أم هو شرير قلبه. قد ترى بعض الناس تفعل المعاصي ولكن قلوبهم طيبة، قلوبهم إذا عاملته وجدت منه الإحسان، وجدت منه الحب والتعاون. وبعض الناس نعوذ بالله قد تراه يصلي ويصوم ولكنه قلبه في حقد للناس، في حسد، في بغضاء، يكره الناس، يكره أن يجد خيرا عند أخيه المسلم ويتمنى زوال هذا الخير من عند أخيه. القلب حقيقة الإنسان، هو الملك بالنسبة لهذه الجوارح، وكل هذه الأعضاء والجوارح تبع لهذا الملك، لهذا القائد.
ولذلك الصالحون كانوا دائما يهتمون بالقلوب، بقلبه، حتى يكون قلبا سليما، حتى يكون قلبا صالحا، قلبا لا يعمل إلا لله. هو لا يريد الأجر من أحد، هو لا يبتغي الأجر من الناس، هو يبتغي الأجر من أين؟ من من؟ من الله. قلوبهم مخلصة للعمل لله عز وجل، متجردة في أقوالها وفي أعمالها لله عز وجل. يقول ربنا عز وجل: وما أمروا إلا مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه قيمة. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لمن؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. الله عز وجل يقول للنبي فاعبد الله ماذا؟ مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، أما أنا لا أعبد إلا الله مخلصا له الدين. هكذا أمرنا ربنا عز وجل. فلذلك مقياس وميزان العباد والناس بقلوبهم، بقلوبهم عند الله عز وجل. ولذلك قد تجد الرجل السمين الغني لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقد تجد الرجل الضعيف النحيف الذي يحتفي الأرض يمشي حافيا ليس في رجله حذاء يزن عند الله أثقل من جبل أحد. ولذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب. رجل أشعث يعني مكشوفة رأسه، ليس عليه غطاء، ثيابه رسح حقيرة، إذا دفع باب أحد الناس يرد. ماذا نصنع بك؟ أنت إذا أتيت تطلب شيئا، نحن لا نريدك. مدفوع بالأبواب أي مردود يرده أهل البيت. ومع ذلك لو أقسم على الله لأبره. ما معنى لو أقسم على الله لأبره؟ لو قال: يا رب اعطني هذا الأمر، أعطاه الله عز وجل. بالله عليك يا رب اعطني هذا الأمر، يعطيه الله عز وجل هذا الأمر. لو أقسم على الله عز وجل لأبره، أي لأبر قسمه، أي لأعطاه ما أراده ما يريد. وكذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، إذ مر رجل على بغلته. تعرفون البغلة؟ بغلة ما دون الحصان وأعلى من الحمار، على بغلته، يظهر عليه أنه سمين غني شريف في قومه. فقال النبي لصحابته رضوان الله عنهم أجمعين: ما تقولون في هذا؟ ما تقولون في هذا الرجل الذي يمر على بغلته، هو غني هو شريف، ماذا تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا حري، أي أولى، والناس يفرحون، حري إن خطب أن ينكح، أي إن خطب ابنة أحد أن يزوجه لها، أن يزوجها له، حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع لأحد عند أحد أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله، أن يسمع له. ثم سكت النبي. ثم مر رجل محتفيا، إما معنى محتفيا، يسير حافيا ليس في رجله حذاء من شدة الفقر، نحيف يظهر عليه الفقر والحاجة. فقال النبي لصحابته: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يا رسول الله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله.
هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذه المعلومة وهذا الفهم، فقال: والذي نفسي بيده لهذا عند الله خير من ملء الأرض من هذا. يعني هذا الفقير خير عند الله عز وجل من ملء الأرض كلها من أمثال هذا الذي يركب على بغلته هذا الشريف السمين الغني. ماذا؟ إخلاص لله عز وجل، تجرد لله عز وجل. يقول ربنا عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نعطيه أكثر وأكثر، لأنه يريد بعمله الآخرة، ما عند الله. معنى الآخرة أي ما عند الله عز وجل من الثواب، من الجنة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا ها نؤته منها، نديله. تريد الدنيا نعطيك، وما له في الآخرة من نصيب، ليس له عند الله عز وجل شيء. هذا بعمله أراد ما عند الله، فزاد الله عز وجل له وأعطاه. وهذا بعمله أراد الدنيا، أراد الناس، أراد ازدياد الأموال، أراد الشرف، أراد السمعة، أراد المنصب، أعطاه الله عز وجل ما أراد. ولكن وما له في الآخرة ليس له أجر عند الله عز وجل في الآخرة. فلابد أن ننتبه للإخلاص، إخلاص القلوب، أن تعمل لله. ماذا تريد بعلمك وبطلبك للعلم؟ هل تريد الرفعة، أن يقال عالم، أن يقال قارئ، أن يقال فيك، أم ماذا تريد بعلمك؟ فإن العلم يورث الخشية لله عز وجل، يورث الذل لله عز وجل. أنت ماذا تريد؟ الإخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينبه صحابته رضي رضوان الله عنهم أجمعين عن ذلك الأمر. وانظروا في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه، الذي قال الله عز وجل فيه في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى، الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هو يريد رضا الله، أنا أريد أن يرضى الله عز وجل عني، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أي سيعطيه الله عز وجل حتى يرضى. النبي يقول لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: يا أبا بكر، إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ الله أكبر، ما هذا الأمر؟ كيف وصل سيدنا أبو بكر لهذه المنزلة حتى يوحي الله عز وجل لنبيه: إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ يا الله، وسيجنبها الأتقى. من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين يقول: قال أبو قحافة لابنه أبا بكر، والد سيدنا أبو بكر اسمه أبو قحافة رضي الله عنهم أجمعين، فإنه قد أسلم عام الفتح، فقال أبو قحافة لابنه أبا بكر: يا بني، إني أراك تعتق الضعفاء، العبيد الضعفاء، أما وإذ فعلت ما فعلت، أي تعتق، فاعتق الأقوياء. لماذا تعتق الضعفاء؟ تعتق المرأة وتعتق الرجل الفقير الضعيف، لماذا تعتق الضعفاء؟ أما إذ فعلت ما فعلت فليكن الأقوياء يمنعونك،
ويكونون دونك، أي إذا أراد أحد بك شرا منعوك، منعوا هذا الشر عنك ودافعوا عنك، يمنعونك ويكونون دونك. فقال يا أبتي إني إنما أريد وجه الله، أنا أريد وجه الله عز وجل، ولذلك أنزل ربنا وسيجنبها إلا ابتغاء وجه ربه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما سبق أبو بكر عندنا، أي في الموازين، في موازين الناس، ما سبق أبو بكر بكثير عمل. كان هناك بعض الصحابة يعملون أعمالا أكثر من أبي بكر، عمل الطاعات والصلوات والصيام، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كل يوم، يصوم كل يوم ويقوم الليل فلا ينام، وكان يختم القرآن في كل يوم مرة، وكثير من الصحابة هكذا، بل وكثير من التابعين والسلف هكذا. ولكن ما الذي جعل أبو بكر هكذا؟ لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة محمد جمعة لرجحت كفة أبي بكر، لرجحت كفة أبي بكر، رجل واحد يرجح على الأمة كلها. ولكن سبق بماذا؟ بشيء وقر في قلبه، إخلاص، بشيء وقر في قلبه لله عز وجل، كان يعمل لله عز وجل، يتصدق لله عز وجل، لا يبتغي الأجر من أحد، الإخلاص. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى. ما معنى طوبى؟ طوبى منزلة في الجنة، معي مجيب، منزلة في الجنة، مكانة عالية في الجنة، طوبى، أي ينال هذه المنزلة في الجنة لمن يا رسول الله؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، أشعث رأسه. ما معنى أشعث رأسه؟ مكشوفة ليس عليها شيء يحميها، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، أي أنه لا يركب الخيل بل يسير على الأرض، ليس له دابة يركبها في الجهاد، مغبرة قدماه من الأرض. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن عينه القائد كحرس للجند رضي وسمع وأطع وأطاع، هو يريد الجهاد، يريد ما عند الله، يريد الشهادة. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أن يسقي القوم، يجلب الماء للجنود، نعم بها، كان في الساقة في الخدمة. وإن أذن أو إن استأذن لم يؤذن له، لأنه غير معروف، فالقادة يخافون من الجنود الغير معروفين، يخافون أن يكونوا جواسيس يدسوا في الجنود حتى يغتالوا القائد. وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، هذه المنزلة الكبيرة لهذا الجند الغير معروف. بماذا نال هذه المنزلة يا محمد؟ هو يبتغي ما عند الله. لا أريد أن أكون قائدا، لا أريد أن أكون، لا أريد أن أكون، أنا أريد الجهاد، أريد ما عند الله عز وجل. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الأمر. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه كان قائد المسلمين، قائد جيوش المسلمين في حروب الروم، حروب الشام، وكانت الروم في الشام في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في بداية خلافته. ف
فكتب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه رسالة إلى أبي عبيدة وإلى خالد بن الوليد، رسالتان، رسالة إلى أبي عبيدة ورسالة إلى خالد. رسالة إلى أبي عبيدة يقول له: يا أبا عبيدة، إني قد وليت خالدا قيادة جيوش المسلمين، فاسمع له وأطع. فأسمع له وأطع. كان قائدا وخالد كان جندي. فانقلب الأمر، الأمر من خليفة رسول الله، سمعنا وأطعنا. فأسمع له وأطع، وإني لم أوله عليك إلا لأني أظن أن له فطنة، أي ذكاء في الحرب، ذكي، قائد ذكي. سيدنا خالد بن الوليد معروف، الذي لم يهزم في معركة كان قائدا فيها، لا في جاهلية ولا في إسلام، رضي الله عنه. الله، كان الجنود إذا علموا أن خالد بن الوليد هو قائد الجيش استبشروا بالفتح. نعم، لم يهزم في معركة، رضي الله عنه الله، إلا لأني أظن أن به عنده فطنة ليست عندك، وأنت عندي خير منه. لماذا أبو عبيدة خير من خالد؟ للسابقين الأولين في الإسلام، لسبقه في الإسلام. فخالد أسلم متأخرا، قبل أو في مسير النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فتح مكة، حيث أسلم هو وعمرو بن العاص في يوم واحد، رضي الله عنهم أجمعين. وأنت عندي خير من، وأبو عبيدة بن الجراح من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة أبو عبيدة بن الجراح، والحديث متواتر من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، حديث في الصحيحين وفي السنن وفي السنن وغيرها. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة رضي الله، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. فأبو عبيد من المبشرين، من العشر المبشرين السابقين. فجاءت الرسالة لأبي عبيدة فسمع وأطع وأطاع. وذهبت الرسالة إلى خالد بن الوليد فكتب رسالة إلى أبي عبيدة يخبره بأمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتنازل عن القيادة له: أنت سيدنا، وأنت في موطنك هذا، وإني والله ما أردتها وما طلبتها، أي القيادة، ونحن لا نستغني عن مشورتك ورأيك، والسلام. أصبح خالد بن الوليد قائد للمسلمين، والقائد صار جندي أبو عبيدة بن الجراح. مات خليفة رسول الله أبو بكر، تولى الإمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. انظروا، كتب عمر بن الخطاب رسالة يعزل فيها خالدا ويولي أبا عبيدة بن الجراح مرة أخرى. انظروا، أبو عبيدة قائد يصير جندي ثم يصير قائد، عمر جندي يصير قائد ثم يصير جندي. تأتي الرسالة لأبو عبيدة بن الجراح فيخفيها، لم يخبر بها أحد حتى تسير الأمور كما هي. فعندما علم، وكثير من السلف يروى عنهم قصص وقصص كثيرة في هذا الأمر، في الإخلاص، لكان بعض السلف يقوم الليل ولا ينام، ومع ذلك وهو يقوم الليل بين يدي الله في الظلمة، إذا شعر بأحد من أهل بيتي استيقظ رقد، وتظاهر بالنوم كأنه ينام طوال الليل ولا يقوم. لماذا؟ هو يخاف أن يتحدث عنه، أن يقال كان يقوم الليل فلا ينام، هو يخاف من هذه. لماذا؟ هو يريد ما عند الله. كان علماء السلف رحمهم الله تعالى، كان أحدهم يجلس يفسر القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
فإذا أخذته العبرة، ما معنى العبرة؟ أي الخشوع، فكادت دموعه أن تنزل، الدموع تنزل من الخشية والعبرة. ماذا كان يصنع؟ كان يضع كمه على أنفه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، حتى لا يعرف أنه بكي من الخشية والخشوع لله، وإنما بكي نزلت الدموع لماذا؟ من الزكام. فإذا أصاب أحد البرد دمعت عيناه بدون أن يشعر، فكان يضع يده على أنفه يقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يخاف أن يتحدث عنه أنه يبكي من خشية الله، هو يريد ما عند الله عز وجل. دائما علماء السير يحكون قصة صاحب النقب، وإلى الآن لم يعرف أحد من هو صاحب النقب. أنت اكتب وابحث في أي كتاب وفي أي موقع عن صاحب النقب، لن يعطوك لك اسما له، غير معروف. كان مسلمة بن عبد الملك رحمه الله تعالى كان قائد جيوش المسلمين ضد الروم، فتعثر عليهم حصن منيع لا يستطيعون أن يدخلوه، فجاء رجل من الجند فصنع نفقا. تعرفون الخندق؟ النفق، ها تعرفونه؟ فصنع بنفسه في ظلمة الليل، كان يصنع في ظلمة الليل، فإذا جاء النهار سكن حتى لا يراه أحد. كان طوال الليل يصنع نقب، ينزل من تحت الحصن، من تحت السور، حتى خرج من الداخل، أي من داخل القلعة الحصن، فقتل حراس القلعة، حراس الحصن، فدخل المسلمون وانتصروا على الأعداء. فلما علم قائد المسلمين بهذه الموقعة نادى في جنده: أين صاحب النقب؟ أقسم عليه أن يأتيني ليلا أو نهارا. فذهب إليه متلثما، ملثما، واضعا شيئا على وجهه حتى لا يعرف، فلا يظهر منه، لا يظهر منه إلا عينه، إلا عينه. فذهب فقال الحراس: أريد أن أقابل القائد مسلمة. فقالوا: من أنت؟ قالوا: أخبروه بأني صاحب النقب. فذهب الحراس إلى القائد، رجل على الباب يقول أنه صاحب النقب، قال: ادخلوه. فجاء الحرس فقال لهم بشروط ثلاثة حتى أدخل: ألا يدعوني مرة أخرى، لأنه أقسم عليه أن يأتيه ليلا أو نهارا، ألا يدعوني مرة أخرى، ألا يخبر أحد، ألا يزيدني شيئا عما كنت آخذ، أي من راتب وغير ذلك، يعني لا يزيد له في مرتبه ولا أي شيء. فذهب الحراس إلى القائد فأخبروه، فقال لهم له ما أرد، فدخل فقال: أنت صاحب النقب؟ فكشف عن وجهه قال: نعم أنا صاحب النقب، أنا فلان، ولكن بشرطي يا أمير المؤمنين، بشرطي. قال: لك شرطك. فإلى الآن لم يعرف من هو صاحب النقب. لماذا؟ هو يبتغي ما عند الله، هو لا يريد ما عند الناس، صنع هذا لماذا؟ هل يذكر؟ كان أخبر القائد، كان رفعه وجعله قائدا من قواد المسلمين ومن أعوانه، ولكن هم يريدون ما عند الله عز وجل، الإخلاص. الإخلاص هو السر الذي لا يعرفه أحد إلا الله، هو السر الذي بين الله وبين عبده، الإخلاص في القلب. أنت لا تعرف ما في قلبي ولا أنا أعرف ما في قلبك، من الذي يعرف ما في قلبي وقلبك؟ هذا هو السر، السر الذي لا يعرفه أحد إلا الله وأنت، إلا الله وأنت. السر هو سر بين العبد وبين ربه عز وجل.
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حتى تعلمون أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان أخلصه. يقول ربنا عز وجل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ها أيكم ماذا أحسن، ليس أكثر. أبا زين العابدين ليس أكثر ولكن أحسن. وفي سورة الكهف: ليبلوكم أيكم ها أكثر أحسن، ليس أكثر، ليست بالكثرة، ولكن أن يكون عملك خالصا لله، أن يكون صوابا موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض، قال: هو أخلصه وأصوبه. أخلصه أي يكون خالصا لله عز وجل، أصوبه أي موافقا للكتاب والسنة. أيكم أحسن، فكانوا دائما يخافون من عبادة، يخافون على أنفسهم ويرجون عبادة الإخلاص، ويخشون من عبادة الرياء والسمع والشرك. عبادة الإخلاص هذه أفضل العبادات، عبادة الإخلاص. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كما عند البزار وعبد الرزاق والدارقطني وحسنه رحم الله الجميع، يقول: تعرض أعمال بني آدم، تعرض أي يوم القيامة، بين يدي الله عز وجل في صحف مختمة. تعرفون الصحف؟ كتب، مجلدات، كتب، صحف مختمة. فيقول الله عز وجل في صحف مختمة، فيقول الله: ألقوا هذه، ألقوا، ما معنى؟ ارموا هذه، ألقوا هذه، ألقوا هذه، واقبلوا هذا، أي خذوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا فيه إلا خيرا، هذه الصحيفة التي تريد أن نلقيها ما رأينا فيها إلا خيرا يا رب، والله ما رأينا فيه إلا خيرا. فيقول الله: إن عمله كان لغير وجهي، واليوم لا أقبل إلا ما كان ابتغاء وجهي. إن عمله في هذه الصحيفة التي ألقيت كان لغير وجه الله، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان ابتغاء وجه الله عز وجل. الإخلاص، اعبد ربك عز وجل بإخلاص، يعطيك الله عز وجل ما تريد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بإخلاص بلغه الله عز وجل منازل الشهداء يوم القيامة، وإن مات على فراشه، وإن مات على سريره، وإن مات على سريره. نعم، لماذا؟ هو كان يطلب من الله عز وجل الشهادة في سبيله، ولكنه لم يمت في الحرب، منعه مانع، فأنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الإخلاص، الصدق مع الله عز وجل. احذروا، احذروا من عدم الإخلاص، احذروا من الرياء، أن تعمل لله، أن تعمل ليقال، بل اعمل لوجه الله، اطلب العلم لوجه الله لا ليقال. نختم بهذا الحديث عظيم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه أن يحاسب، يقضى عليه يوم القيامة، يقضى يوم القيامة عليه، انظروا، قارئ للقرآن، قارئ، ورجل استشهد في المعركة، ورجل وسع الله عز وجل فأعطاه من أصناف المال فكان كثير العطاء للناس، فيؤتى بالرجل الذي استشهد فيعرفه الله عز وجل نعمة، فيقول له: ماذا عملت فيها؟
فقال: قاتلت فيك يا رب حتى قتلت. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل فعلت ليقال. ها، شجاع شجاع. وقد قيل، أي في الدنيا: فخذوه إلى النار يا ملائكتي. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرف الله نعمة: ماذا عملت؟ قرأت فيك القرآن يا رب. فيقول ربنا له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل فعلت ليقال. ها، قارئ عالم. ما شاء الله، عالم قارئ. فيأمر ربنا عز وجل الملائكة: خذوا به إلى النار يا ملائكتي. فيأتي برجل الغني الذي وسع الله عز وجل فيعرفه نعمة: ماذا عملت فيها؟ فيقول: والله يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه لوجهك. فيقول: كذبت. قل الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال. ها، جواد كريم. وقد قيل: خذوا به يا ملائكتي إلى النار. عبادة الإخلاص عباد الله، دائما فتشوا في قلوبكم عندما تريد أن تعمل أي عمل أو تقول أي كلمة، أي كلمة، بماذا تريد بهذه الكلمة؟ هل تريد الناس أن يقال الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، الحبر الفلاني، العلامة الفلاني، أم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ بماذا تريد بها؟ وجه الله أم وجه الناس؟ أنت إذا ما عملت عملا، قبل أن تعمل هذا العمل، أنا ماذا أصنع بهذا العمل؟ ماذا أريد بهذا العمل؟ اسأل نفسك: ماذا أريد بهذا العمل؟ ماذا أريد بطلب العلم؟ ماذا أريد بهذه المساعدة للناس؟ ماذا أريد بهذا العمل في أرضي أو في مصنعي أو في بيتي أو في، ماذا أريد؟ هل أريد الناس أم أريد الله؟ انظر، اسأل نفسك: ماذا أريد بعملي؟ فإن كان لغير الله اتركه، فإنما هو من حظ الشيطان ومن حظ نفسك الأمارة بالسوء، اتركه. وإن كان لله فاقبل عليه هنيئا له من قول، هنيئا له من عمل، إذا كان ابتغاء وجه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يقول فيعمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.